حقق العمل البحريني السعودي المشترك في المجال العسكري نقلة نوعية قائمة على مرتكزات التعاون العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولوياته، ما يعكس رؤية واحدة تجاه التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة. تقف مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية على مسافة واحدة تجاه كل ما يمس أمن المنطقة والخليج العربي، ويتعزز ذلك الوقوف من خلال الدور اللافت والمشاركة الفاعلة في عدد من التحالفات العسكرية الإقليمية والدولية المشتركة، إلى جانب التمرينات العسكرية الموحدة الهادفة لتعزيز الأمن وحفظ السلم الدوليين. ولعل أبرز تلك التحالفات العسكرية قوات درع الجزيرة المشتركة التي تهدف لحماية أمن دول الخليج العربي وتعزيز التعاون العسكري الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما لعبت مملكة البحرين دورا هاما في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في العمليات العسكرية، إلى جانب الدعم والمساندة الكبيرة للأشقاء في اليمن. وأولت مملكة البحرين أهمية كبيرة لدعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعزيز دوره وجهوده في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابعه ووقف تمويله. كما تقف البحرين والسعودية جنبا إلى جنب في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي من خلال التزامهما في المشاركة والعمل ضمن هذه المجموعة وتوحيد جهودهما المستمرة في محاربة الإرهاب وتجفيف منابع التنظيمات الإرهابية. واستمرارا للتنسيق العسكري المشترك، انضمت المنامة والرياض مؤخرا للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، الذي يهدف لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين. يمكن التأكيد على التنسيق العسكري الكامل بين المملكتين في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، حيث حقق العمل البحريني السعودي المشترك في المجال العسكري نقلة نوعية قائمة على مرتكزات التعاون العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولوياته، ما يعكس رؤية واحدة تجاه التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة. هذه البقعة المباركة جعل الله بيته العتيق، ومن كل هذه البقعة الشريفة بعث الله صفوة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. علينا أن نعلم أبنائنا نسهرنا ماذا كان في بلادهم. بلد صحراوي قاحلة أنعم الله عليها بنعمة ونعم الله اللي لا تعد ولا تحصى، قامت واهتزت وربت. يعني في الماضي كان يجي مع خطاب يروح يدور مطوع إمام مسجد يقرأ خطابه. وقد أولينا التعليم، القسط الوافد من اهتمامنا، ووضعنا له برنامج طويل الأمد، وأنشأنا جامعة سعود، وأمرنا بفتح مدارس للبنات. انسق بالدين الإسلامي أشياء كثيرة والدين الإسلامي براء منها. الإسلام هو السلام، هو المحبة، هو الأخوة، هو الإنسانية، هو الأخلاق. إذا لم ندافع بدمائنا وكياننا وكل ما نملك عن قضايانا فلن نكون أصحاب شأن. عظموا بلادكم اليوم مثل بلاد العالم، بلد من الناحية الإسلامية المسلمين كلها يطلعون إليها، ومن ناحية المالية العالم كله يطلع إليها. المملكة العربية السعودية سوف تكون مختلفة تماما. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد
أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة